طيب مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، التواصل يستمر مع هذه الانطلاقات المتتاليه في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل. نحن نتابع ايضا هذه المسيرة ونتابع أيضا هذه التحديات مع شوط آخر يتحرك بوزن الأبكار المحليات وهو الشوط الخامس في مجموع أشواطنا. نتابع أيضا هذا المسير ونرحل ونذهب إلى المركز الأول لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى وماذا يدور على المقدمة من تحدي الدوحة لسعادة الشيخ فهد بن جاسم الثاني أحمد بن علي بن راشد الكعبي، من يتقدم مع الدوحة بالمركز الأول المركز الثاني. فتتواجد الشاهينية لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بالعبيد أبو الكديدة، المركز الثالث بن صوغان راشد مطر ابن محمد بضبيعه هو من يتقدم، ثالثا المركز الرابع الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير، المركز الخامس فهنا الوصول من قبل جباره سليم بن حمد بن سالم الشيباني الاجتبي والنقله الاخرى الى المركز السادس. فتتقدم الان رصاده سعيد العبيد أبو ضبيعة، المركز السابع الوصول من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان، أما المركز الثامن وجبارة ناصر بن سلطان بن علي الخاطري يتواصل مع المركز الثامن، والمركز التاسع والعاشر اعذرونا لأن تقريبا الأعداد ما تكمل النصاب إلى العشر، ونحن نكتفي بهذه المراكز التي ذعناها وبنكتفي أيضا بالمراكز الأولى في إذاعتنا الثانية. ما بنرجع إلى الخلف، ما بنرجع إلى الخلف، بنسير هناك عند الدوحة، بنسير عند الشعار الجميل الذي قادم من دولة قطر، يا مرحبا يا مرحبا، ترحيب حار من التراب إلى السحاب من الشرق إلى الغرب بهذا الشعار الذي قدم إلينا من دوحة المحبة. أو السلام لسعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، وهناك أيضا المضمر أحمد بن علي بن راشد الكعبي هو من يقدم لنا هذه النجمة إلى المقدمة، والمركز الثاني بن صوغان لراشد بن مطر بن محمد بضبيعة، النقلة التالية إلى المركز الثالث، المركز الثالث جبارة سليم بن حمد بن سالم الشيباني هو من يتقدم، هو الشيباني ولا الشبابي ولا ما اعرف انطقه كيف، شيباني. طيب بناخذ المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم الان الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن حمد بن غدير من الجانب الاخر، واشوف الهجوم من قبل ناصر بن سلطان بن علي الخاطري. يا مرحبا يا هل السعدي، مرحبا بهل السعدي، شرفتونا بالمشاركه. هل شبشوب هذا اقدم ميدان في راس الخيمه، هذا ميدان الشبشوب، هناك يسكن الخاطري، هناك راعي جبار يسكن في منطقة السعدي. طيب ناخذ المركز السادس، وتتقدم الآن الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسهيل بن مبارك بن مرخان، نقلة تالية إلى المركز السابع الوصول من قبل رصادة سعيد بن عبيد بضبيعة، والمركز الثامن فالوصول من الشاهينية لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بالعبيد بن كديدة الفلاسي. هذه الثمانية المراكز الأولى، نقيس بالمقياس ونتابع أيضا في هذا الشوط الناموس عند ناصر. الله 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 يا جبارة، ناصر يابها ما عليها قاصر، ناصر يابها ما عليها قاصر من تضمير وأصل وفصل ومركز. تتقدم بالمركز الأول، ولكن شعارك يا ناصر مثل السلم الموسيقي هذا، يعني يرتفع ينزل يرتفع ينزل، انت ما ادري عاد من ترتفع بتنزل الى المركز الثاني ولا بتتم في المركز الاول. بنشوف يا ابو سلطان، بنشوف يا ابو سلطان وين ناوي، وين ناوي الحين، انت اتجاهك صحيح صوب السعدي شرق،
صوب السعدي، خل هذا المسير، خل هذا مسيرك. المركز الثاني الدوحة لسعادة الشيخ فهد بن جاسم الثاني وأحمد بن علي بن راشد الكعبي، هو من ينافسك، هو من ينافسك. انتم ضيوف كلكم، ضيوف عندنا على ميدان الهباب، اول مره تشاركونا وضيوف على ايضا هذا الميدان. هم خذوا المركز الاول، الان المركز الثالث تتقدم الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد الراشد المكتوم علي بن راشد بن غدير. اهل مرغم حاضرين، اهل مرغم حاضرين ومتواجدين. هذه مدينة النواميس سموها، مدينة الانتصارات والنواميس اللي هي مرغم. المركز الرابع فالوصول من بتصوغان للسيد راهد بن مطر بن محمد بضبيعة، والمركز الخامس الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان الاستبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء. نتابع، سربنا عند الخاطري، سربنا عند الخاطري، سربنا هناك، هناك عند الخاطري عن يزعل عليه أبو سلطان. يلا يا ناصر، يلا يلا يا ناصر، يلا 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 يلا، عندك 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 الدوحة، عندك الدوحة تنافسك، عندك الدوحة تنافسك. ما أدري يا ناموس وين بيصير، رأس الخيمة ولا قطر؟ رأس الخيمة ولا قطر؟ بينهم مواجهة في الميدان، بينهم المواجهة مستمرة، بينهم. تحركوا هالدوحة، تحركوا هالدوحة يا ناصر، يا ناصر. حذرت وخبرت واندرت، أقول لك يوك ياك ياك الكعبي، ياك ياك الكعبي، ياك الكعبي. استعد 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 استعداد حرب، استعد استعداد طوالي. اوه راحت الدوحه، راحت راحت يا ناصر. طلع العصم الابطان، ليش محط الجهاز عينته؟ شو محط لنا سنبل اتفق برزه مركب برزه، عبا يقولون روح حطها عطها عطها العصا لمن عصا. راحت الدوحه، راحت راحت الدوحه بالمركز الاول لسعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وأحمد بن علي بن راشد الكعبي مع التضمير. وناصر بعد لين الحين ما اتخذ قراره، ما اتخذ قراره الصحيح، ما طلع العصم الابطان. هل الجهاز خانه؟ هل الجهاز خانه؟ ما طاع يشتغل ولا هو عنده بعد له نوايا ثانيه، له حكمه ثانيه في هذه الاوامر. الكعبي روح الدوحه، الدوحه الدوحه، شرد روح روح. ايوه خل ناصر بالمركز الثاني. شيخ محمد رايد شو يقول؟ الثاني مثل الاخير يا ناصر، الثاني مثل الاخير، يعني ماشي غير الاول. الاول الاول الاول، هذا هو المركز، هذا هو، هذه الدوحه، هذه الدوحه اللي اخذت المركز الاول لسعاده الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني. سلام يا الدوحة، سلام سلام للشحانية، سلام سلام لسعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وللمضمر المتألق أحمد بن علي بن راشد الكعبي. نهنيهم على فوز الدوحة بالمركز الأول، تهانينا. والناموس المركز الثاني، فهنا الوصول من جبارة ناصر بن سلطان بن علي الخاطري. والمركز الثالث فهنا الوصول لسمو الشيخ حمدان بن محمد الشاهنية، والرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد، والمركز الخامس. طيب هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، للخمسة المراكز الأولى.